النهارده ننتقل شويه لاتحاد كره القدم واكلمكم عن كواليس ما حدث في اتحاد كره القدم النهارده. النهارده كان في اجتماع لاتحاد كره القدم. والاجتماع ما زال يعني مش ما زال مستمر ولكن هيفضل مستمر خلال الايام القادمه. خلوني اقرا لحضراتكم اولا القرارات اللي تم اتخاذها النهارده في هذا الاجتماع. وبالنسبه لي الموضوع ده مهم جدا. اعتماد مقترح اعاده هيكله لجنه الحكام المقدم من الكابتن عصام عبد الفتاح والاطاحه بعزب حجاج ووجيه احمد من هذه اللجنه. لو حضراتكم تفتكروا قبل بدايه الموسم للمتابعين للبيت الكبير، قبل بدايه هذا الموسم ولما الكابتن احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه السابق او السابقه التي كانت تدير الاتحاد المصري لكره القدم جاب الكابتن عصام عبد الفتاح، قلت لحضراتكم يا جماعه هو ايه تشكيل لجنه الحكام؟ حد في مصر عارف ايه تشكيل لجنه الحكام؟ محدش رد ولا حد قال لي ولا حد قال في الصحافه ولا اي حاجه خالص. طب مين المجموعه اللي شغاله؟ هي نفس الوجوه. على فكره انا ما عنديش اي مشكله مع حد ولكن انا بتكلم بشكل عام، هي نفس الوجوه وهي نفس الاسماء القديمه اللي كانت موجوده هي اللي بتشتغل دلوقتي. واتكلمت وجهت كلامي للكابتن عصام وسالته هو تشكيل اللجنه فين يا كابتن؟ هل في حد جديد في اللجنه؟ المجموعه اللي شغاله معاك هل فيهم حد جديد علشان يشتغل بفكر جديد او الفكر اللي انت حطيته فين؟ هو انا بس سؤالي هو كابتن عصام بيعمل اعاده هيكله من الاول ليه؟ ما عملهاش من اول ما تولى المسؤوليه ليه طيب؟ طيب هو دلوقتي كابتن وجيه احمد ودكتور عزب حجاج ما بقوش موجودين في اللجنه؟ طب هل هم كانوا موجودين الفتره اللي فاتت ولا كان ايه اللي حصل؟ هل هم كانوا كويسين لغايه امبارح والنهارده ما بقوش كويسين؟ حاجه غريبه جدا. طب يا كابتن عصام مشروع اعاده الهيكله ده هيودينا لفين؟ انا كراجل اهلاوي اتمنى او كراجل مصري اتمنى ان انا اشوف الحكام في افضل ما يكون، لان الدوري المصري بيتجه اتجاه صاعد مع اداره لجنه الانديه للمباريات الدوري. وبالتالي بقى هناك شكل جيد في الملاعب، هناك شكل جيد في التصوير، هناك نظام رائع بيتعمل وشغل جيد بيتعمل. ايه اللي ناقصنا؟ ان الحكام تبقى كويسه. وكل مره اطلع اقول نفس هذا الكلام، وبالمناسبه هقول نفس برضو الكلام، انا اسف ان انا هكرر هذا الكلام، ان الكابتن عصام ليس لي معه اي شيء شخصي ولكن كل اللي يهمني هو مصلحه التحكيم المصري. كابتن عصام عبد الفتاح مثلا في وسط الايام اللي فاتت دي قال لك انا هستقيل ولا اقدم استقاله ولا اعمل اي حاجه من هذا القبيل عشان تبقوا حضراتكم عارفين. كابتن عصام اتكلم بس ما قالش حاجه، يعني ما قدمش استقاله رسميه ولا في المجلس اللي فات ولا في المجلس ده، ده بناء على المعلومات اللي عندي. لو في حاجه تانية على فكره انا منفتح جدا ان انا اسمع كل هذا الكلام. لكن هو كابتن وجيه وكابتن عزب كانوا كويسين الشهرين ثلاثة الخمس ست شهور اللي فاتوا، دلوقتي ما بقوش كويسين يا كابتن عصام ولا ايه؟ انا محتاج افهم. ولا انا على فكره كابتن وجيه يعني وكابتن عزب ما عنديش اي علاقه بيهم، يعني انا بتكلم مصلحه عامه. ليه؟ الاهلي، انا هتكلم بقى هنا حاجه تخص النادي الاهلي. انا عندي مباراه يوم الجمعه مع الهلال، صح؟ تمام. خلصنا بطولة دوري أبطال أفريقيا هنرجع الدوري العام المصري. أنا عايز أكسب الدوري العام المصري طبعا كأهلاوي، ولكن أنا عايز عدالة تحكيمية زي ما عندما طلبت العدالة التحكيمية في المباراة أو عندما تواجدت العدالة التحكيمية في المباراة الثانية أمام نادي الهلال السعودي كسبنا، وكسبنا بسكور كويس مع نادي كبير وعظيم نادي الهلال السعودي. فمن فضل حضراتكم كل اللي انا بطلبه العداله التحكيميه فقط لا غير. اهو من داخل قناه النادي الاهلي، من جوه قناه النادي الاهلي اهو بقول لحضراتكم وبقول لحضرتك يا كابتن عصام والمجموعه اللي موجوده، لو النادي الاهلي عليه ركله جزاء احسبها من فضلك بالقانون، احسبها من فضلك. مش هقول لك لا، انا بس ضربه الجزاء دي لو حسبتها ضد النادي الاهلي وجت زيها للنادي الاهلي من فضلك احسب. لو النادي الاهلي
زي ما بتجروا تقفوا 10 دقايق وربع ساعه على الفار في حاجه ضد النادي الاهلي، اعمل نفس الموضوع مع النادي الاهلي. هي دي العداله اللي انا بطلبها، ان تكون هناك عداله تحكيميه. ما اقدرش اتكلم ساعتها والله، الواحد يحط ايده، مش عايز اقول لحضراتكم ما يحط، يعني نسكت، هنسكت خالص، مش هنتكلم، مش هنتكلم، بالعكس هنتكلم بالايجابي بقى، هنقول ان والله اللجنه طورت واللجنه عملت واللجنه خلت واللجنه سوت. لكن بهذا الشكل انا الحقيقه مش متفائل، وربنا يستر. اتمنى التوفيق. على فكره انا قلت الكلام ده من البدايه، انا ما بغيرش كلامي، انا نفس كلامي قلته. لو وجدت تغيير في التحكيم وتغيير في شكل العداله التحكيميه في مصر خلال الفتره اللي جايه، هتلاقوني بقول هذا كلام. ولكن ما ينفعش النادي الاهلي يخسر دوري عشان خاطر حكم، ما ينفعش النادي الاهلي يخسر، على الرغم من الاداء كان سيء السنه اللي فاتت في اخر 5-6 ماتشات، وده باعتراف المدير الفني وباعتراف اللاعبين وباعتراف الاداره. ولكن انا خسرت 10 12 14 بونت، انا مش فاكر، 14 نقطه السنه اللي فاتت بسبب التحكيم وظلم التحكيم. فانا كل اللي عايزه ان انا اخد حقي، مش عايز حاجه اكتر من كده خالص، ماليش دعوه بحاجه. والعداله دي تبقى مطبقه على ال 18 فريق، النادي الاهلي زيه زي بقيه الفرق كلها. هي نفس العداله، واتمنى ان ده يحصل. اتمنى ان انا اشوف الحكام المصريين كلهم في افضل اداء وافضل مستوى. لكن الواقع الحقيقه بيقول حاجه غير كده. يعني وبرضه اللي بيحصل ده ملوش غير تفسير. هو ملوش غير تفسير واحد يعني. هو يا كابتن عصام ايه اللي كان معطلك الكام شهر اللي فاتوا في ان انت تعيد تقييم اللجنه او تعيد الهيكله؟ هو يعني هو حضرتك المهندس احمد مجاهد هو اللي كان مختارك. طب ليه ما بداتش الهيكله من بدري، من ساعه ما جيت؟ انا ولا صاحب قرار ولا صاحب مصلحه، ولكن في النهايه اتمنى التوفيق للكابتن عصام عبد المنعم، لان مره تانيه عصام عبد الفتاح انا اسف، ولجنة الحكام اللي بتتهيكل دي تبقى أفضل لجنة موجودة، لأن هو ده اللي يهمني وهو ده اللي نفسي أشوفه.